مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعك؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. اللي واخد عقلك، بحب يا خميس، بحب يا سيدي. هانت اديك النهارده هتخطب، وبعده هتكتب، وبعدين تخلف، وبعد بعده تتجوز، وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير، واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح كاتب صوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكح لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي يقعد يكح عليه. بس عليه كحه. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنة. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. فين الحصة اهو؟ ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلام بابوني. انت الاول راجل برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسة وترفتنا سوا. هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. انت هو برا مدرسي خدع. خد الزمارة. برا. خد الزمارة ده. برا يا فندم. انت خدع. الزمارة يا خميس. برا. اكيد الوزارة مستقصداني. وإلا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى. منى. مراية يا بنتي. مالها كملي بقيت لبسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه اهو يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني، انا رخا. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشوره شرطي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم لي اعترف ابدا. يا حبيبي يا بابا. يا غش. ايوه انت بتكون جاي مش عارف. بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربوعة ده من فضلك. انا فوت في السيرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل تقلي في البيت شكلنا؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا ما انا هلبس حالا اروح قلبي. لو لين الجلابيه النبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت راجل انت ناوي تموتني ناس عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوكي. انا يعني جيت اصلا جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ وما نشيلش جزر، ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس. هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده ما بلبسه بقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعالى هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي مش الولاد دي الزواج بيحطوا اكله دول. خرابي اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم. والله يا عادي
انا مش دموم تسلم اللي شرع عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا على فكره تقدر تقول لي ازاي وصلت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايي؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول لي يا زوز. حقك عليا، اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا كنت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ والنبي وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف نايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحراره كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه. ولا اقول لك بلاش البرنيطه عشان البيت الخايبه نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس السلطه دي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت فينش سبيك. اوكي هنتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلعتك ودلعت ابوكي، انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. عجبك كده يا بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش، بنتي سامعاها وهي بتقول فمش يا استاذ. لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، والا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة بالنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم بعدك من النهارده صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل اركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندم انا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم ان شاء الله في اخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الاهلي. انت يا جدع انت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما انا هو واحد يا فندم، مش كده يا استاذ تحسين؟ انا اؤيد اقوال الشاهد واطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم يلا يا استاذ حسين يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ ليك مناشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين يلا اعتذر لحضرة الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله انك بتاع يعني انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجة. عرش يا بنت النمو على حصتك. مدرسين خلدة وحياة النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى المرة دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. ده برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة، حتى التليفون كل ما اطلب النمرة ترد عليها اللي ما تسماش. اروح اقفل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا يلا. الو 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 بترد يا جبان؟ اتكلم يا بجن انطق يا مغفل. لو انت ايه ما بتردش ليه؟ شت.
تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي ده كون جايبك كلب هون يطلعك من وسط 100 سماعه. هيه بس. ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعه 5. اه 7 بالدقيقه هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشانا ورنا، انما انا استاذ عربي داهيه، وانا داهيه من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي. هاي الشاي ده، بس الجاز كان كتير شويه. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل. يجنن. طيب جاي اهو يا باشا. اهدى، خف ايدك شويه. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو. قول بقى. نارك ايش تاسكي. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. تليفون فين؟ هو متلقح عندك. تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك نصيبة. وقفتوا حالنا الله يخرب بيكم. الله، احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله، ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهانم، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. تعالى يا اخويا. الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشر عليك. بقول لك ايه؟ مش باينة. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ويعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا استا محمود. استا محمود. استا محمود مين؟ انت. انا استا محمود. ايوه استا محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. افرشة الالواز يا ريت بس سخنه. شريط ربك تتصنعت على ايه؟ تتصنعت على ايه؟ فين المخبط؟ اختي امر ايه؟ دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا، ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعه ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. حش الغرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. من هنا امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون ايه؟ انا تعبان يا منى. الميه سخنت. نزلوا يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ واحدة يا صبي. شيل الغطا، شيل الغطا. احط مين؟ النصران الاول. ايوه. انا اللي هتعمله بقى. اسكتي يا وليه. مش فاهمني كلمة التليفونات. هاتي هاتي الكركوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة. لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. ايوه كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الو الو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعيد حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. ايه يعملوا ده؟ عليا النعمة الهريف وأنا هنا. نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغة العربية. يا سحبتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا. اتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير يا حضرتك. ناظر. مش ممكن يبقى في خير مادام انتوا الاثنين في المدرسة. ارجوك يا حضرة الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ.
لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومه وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخره قله الحياه دي؟ مسخرتي يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجه. استاذ خميس افندم. اهي يوف. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحده متجوزه من 20 سنه؟ دي تبقى جريمه يا فندم. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسه منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضه يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزاره والا. من غير والا يا فندم. انا هوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزاره الا لما يبعتوا صوره منها العشماوي شخصيا. شكرا. معانا فرقك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى دي؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزله، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش. هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه. اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، ايه اللي تنكر وما تنكرش؟ بقولك بحبها 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 بحبها. شت يا جدع يا جدع، اسكت شوية وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. بحبها يا خميس. هتترفد ومش هتلحق تتنيل يا خميس يا اخويا. شت سيد الناصر، انما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. اه انا بتكلم جد. ما انا عارف. ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبارة عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزقة اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي. بقول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتب لك اسم خد. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي ليا خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحب سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركة الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم والا. من غير والا. هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. اتفضل روح يا شيخ روح ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. بقيت فين؟ الرحمه يا ست ظريفه. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفدينا انا. ام بوسيبل. واي ام بوسيبل؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي هو بتاع هيستوري. لا هيجي لك هيستيريا في نافوخك منك. له اذا كنت شايل حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه
الولايه اتاخرت على الله. البقيه في حياتك. حياتك الباقيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بننقذها والمطاطا يا رجاله. ما تتعبوش نفسيكم، الخيره فيما اختاره الله. ايه يلا اتكل على الله. يا حضره قصد حياتي. يلا يا سيدي قصد حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخف من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد العصا. لا مؤاخذة يا حبيبي. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامة. أجيب لك قهوة بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوة الله يخرب بيت مخك. هاتي حاجة ساقعة وحاجة رشيشة وحصلني على فوق. حالا. عينيا. يلا. بيت الأهل وسموكس وفي أجدع بالبلدي. خدكوا زي ما خدك. مش عاوز أكفيك. سموكس. سموكس. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله اداه. ولع يا معلم. اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، الجماعه لسه ما ربعنوش. وانت مالك؟ انت اللي تاخد بالك يا معلم. وانا زي. ايوه يا معلم. شوشو عاشور لخرمعينا. شوشو ده كان زمان. عليا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور غرض ويجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضه عاوز استئذان برضه يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاء، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضه الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى لك تروشيتلي وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت ايه يا جميل؟ ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقه انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي؟ انا موافقه. ولا انت هتتمحك زي عوايده؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. شوف يا مولى، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا بنوب. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر.
منى. ايوه انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حبه بقى اقف كده. ايوه الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى تبقى ليه منى. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره ربنا. بدو الواد خبيث ده قاعد يقول لي اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه تتخد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك. هي سايبة ملهاش أم تحميها. يا مرحبا. تحسين يا خبر. تحسين ابن تحسين. ايه يا حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ أمك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يرى الفتحة الله راحة. لا. يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. نبي نبي تحسين نبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة والنبي توبة. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. احمي ايه اللي بتعمله ده يا قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعه بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. تقعد تلعب قدام يا واد مش تختلش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها. وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شبه كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قايل فتحة عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنة ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي. وقعدة ليه زي اربع قطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوفه. هو مين؟ حنوت الكلب اللي دفنها. كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله منى تعالى هنا يا حسين. انت وايه انت مش اتكلت على الله وزدت في البكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد ده حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال. تحسين معذور اصل امك صعبه قوي ما تتنسيش بالسائل. يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه مين مين؟ تحسين. اللهم تعالوا خير.
في ليله زي دي. مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور، تقولي انت فاهم يا ابن حفيظه ان ملهاش ام تحميها، ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه، ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. لا اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يعني للحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. انت عارفني ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الآخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. أعمل لك فنجان قهوة. قهوة إيه يا خميس؟ أنا عايز أذكر عشان أنساها، عايز أربع. تحسين عاوزي أربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونيات كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى ان اتطشت في مزاري واتجوزتها. وانتيت يا بابا؟ كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرت يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه يا منى؟ انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريح شويه والصباح رباح. قربي مني شوية يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك. انا بعبدك. انا خميس. والله ما تكوني جمعة حد. هقول لحد ناظر يا خميس. يو انا بغير بقى. بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق. تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى! منى! يا منى! حبيبتي يا منى! لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى حاجة. مبروك العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكر معزه تايهه؟ العريس اهو فضلوا استلموه لانه من ساعه كان يمضي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف يا حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي، اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب
وخدني في السر كده وقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفت. حقك عليها حقك. انا عازمكم على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، عازمكم في احسن حته في البلد على حسابكم وعمري.
كفاية عليه الأجرة أبدا لازم بنت الباب أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية فهم غلط كان الظروف حط النعم فوق الحروف وقل وريح قلبي طمن بكر شبابي كنت الاول سلبي من دلوقت ايجابي عارفه السبع بقى مش كايب من العفريه ولا عفريت الدنيا بحالها اوعى تكوني يا حبيبي انتي ابدا ما يجيبها الا رجالها مش هسال فيها لازم اخليها اسكت بقى وتلم خيالها ليلتنا ليه؟ هاتوا لي على القهوة. طب ولما يشتعل تحسين مهلك؟ قوليلي بس أصربك من إيه؟ أخلص منك إزاي؟ أشكيك لمين؟ مفيش أمين شرطة اسم الله خلصت من المصيبة دي؟ تحسين أنت رجعت تتكرر تاني؟ رد عليها يا جبان رد. أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ تبعد عن البيت، مالكش دعوة بيها. يا وليه يا عيب؟ دي مراتي واللي نادي ليلة دخلتي. ما تصحش. دخلتك؟ طب ادخل كده اذا كنت راجل صح ادخل ما تدخل انا اعدالك اهو اعدالي ده اعدالي شوف الحلاوة هتفضل اعدالي شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعوا على طول اسكعوا فضل يا دكتور منى وردة حلوة حماتك بتنجان اسود معلم عاشور قفة بودنين اقس الله يكسفك في ايه مالك يا معلم سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه قفة بودنين انا قفة بودنين الله يطلعك يا تحسين انا قلت له 100 مرة ما يقولش الحكاية دي قدامك معلش يا معلم اصله بيتعالج يتعالج ايه؟ دي اللي تحيا يا معلم هو دلوقتي في نوبة صراحة وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم يعني هو حكيم الباطن تمام ايه يا دكتور اعتقد
ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. كويس ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرة، وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من علي. كلام ايه ده دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلام سهل على كده. خلاص خلاص، ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس واخد بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. ايه الخبر زي بعضه يا جدعان؟ يعني الراجل يبقى قاعد في اوضته وقافل بابه عليه، وانت تراقب وتكشف ستره كمان؟ وبعدين؟ وبعدين؟ دي سكيروشيا يا معلم. استر استر، هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمة ان شاء الله. سليمة تعال 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 تعال. والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم صبر. طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف اي ايه؟ يلا يا سيدي، الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عاش. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه صحيح. اتفضل. اربع دول عبال ما وضب لك السرير والاوضه احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه عليا. مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا لا لا
دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. كبير. انا مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. ها يا صيفي. في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس 5 دقايق وهنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له هروح على لك اللي انت عايزه. انا شوف حدي لك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مدام. اتفضلي سعادة البيه. المسألة كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوة نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى انا هتفرج بقى. فوز بنتي طلع راجل. راجل؟ ها. راجل ولا مش راجل؟ انا انضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ خسارة عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانية. بقول لها سعادة البيه هناخد الولية 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوة عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبة. لا انا مالي باللي بتقوله ده كله. طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانة دي. انا شقتي تحت امركم. انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك دهوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت عارف انا مش هاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيه والمهيبات عندها. على اذنك بقى نلبس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور اللي هيتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبا مش عايزه. حياه النبي عيني وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبة اصيلة. قولي يا منحوسة يا زوبة. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحدة جارتي عيانة. طيب يا حبيبتي عن اذنك.
اهلا وسهلا، اتفضل يا سلولة، خش برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبيني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ اسمها مين انت؟ اسمها دي اللولة. هي دي اسمها دي اللولة. ايوه انا بتاعت التجربة. يا معلم. ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مجرم. ثانية واحدة. ايه؟ ايه مالك؟ مالي ايه؟ ايه مرعوب كده ليه؟ ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزين يقطع الخلل. فاهم يعني ايه؟ هتقعد تتفلفس؟ انت تروح توديها له ماليش دعوة، اتصرف ولا ايه؟ يا وليه يا ابو سيدي؟ لا انت بتحبني يا وليه. انا لو عاوز حاجة وارحم ده هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤس. انا حد عامل لي عليا اديني بؤس. ما اديش لحد حاجة. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ابو ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما يرحمك. كده جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا دول الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش انا هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم، لا ما هو انا هفهمك. انا هفهمك. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا. اختي يا شربات، اختي يا وليا اللي اختش ماته، اتلم وخلي في وشك دم. نعم ماما، نعم ماما، هي اللي تشوف انك تتلم، تدوب ثوابات وتموت موتات، وتسيح سياحات وتروح وحدك كده بالاحجار، وتروح وحدك كده بالاحجار. احضني يا معلم. يا مبيد وحشوني. اه
عيونك وحش عيوني دول مش عايزين يشوفوكي يا اللي مش عليك نكتوبة وبعادك عني رتوبة طب اعمل ايه معدوبة ودنيا بقت مخطوبة انتي زوبة زحا لا انا انا انتي زوبة زحا لا انا انا ما تفكرش فيها وانتي زوبة زحا لا انا انا هي اولى فيها ومن السهل زحا لا انا انا يا معلم يا حنين يا معلم يا كنت يا نار زي بعضه رحنا في داهية اهدني يا معلم يا شيخ اتنيني انا دمي هيب بقولك ايه تعالي هنا معلم فين يا معلم تعالي لا انا فين خش الاوضه لا لا تعالى معايا هو هنا هو معايا خش ده مش صبعين على ايه بس حاضر منين جاي ولا اهلا بيك ازيك ايه اللي جابك دلوقتي ها انتي منى رايحه ازور واحده جارتي عيانه وبنت شوف تحسين هي قال ايه الدكتور دكتور ايه ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه عيان يا لهوي يا معلم ده انت حضرتك مرتضى اما جيب ميزان حضرتك ايه مش عايز لا انا بس دوبه مفيش داعي مش لزوم الزياره مفيش داعي يا ستي بس والله انت غالي عليا الله يخليك يا لهوي انا غالي عليك انا بص غالي عليك مش عايز حاجه مش عايز انت عارف مش عايز نخش الاوضه ليه انت مش على بعضك ليه دوبه يعني انا بقى انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله! ودي تطلع مين دي؟ انا نكوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش، بقى يا راجل تطلب منى وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عينتك السودا دي؟ وربنا يا دوبه انا بريء. اخي ما تمشي اسمي انا سامح. معلش طبيعي بس شويه فهمت كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى مين الست اللي بتجيب مني وتحكد عليا دي؟ سيبيني في نسبتي ونسيب جوز بنتي يا بني معروف يا خيبتكم يا خيبتكم مش كنتوا تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفوا؟ اهو ده اللي حصل انا هتصرف يعني مؤاخذة انت تستقضى حاجة بمعرفتك اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك بذمتك خدت ثانوية عامة اسكت انت اسكت بس يا معلم انا اتكلم الو كباريس صار المراهق مز مدام نونا من فضلك نونا احنا نونا ازيك يا نونا يا بنت زي انت يا حلوه انا دكتور ويليام نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا لا 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 شغلانه مهمه قوي اي خدمه انت بتاع المساج لا انا بتاع التاريخ لا 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 انت بتاع المساج يلا عامله احسن مستعجله ابتدي الجلسه بسرعه جلسه ايه يا استاني اكيد حضرتك غلطانه انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ ان كان يلزمك حصه انا تحت امرك اوكي اوكي انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ انت قلعت ليه عشان نبتدي التست مره بابليون بابليون برابر كان نازل يشتري معسل راح عند الراجل بتاعنا ده فبرز الروم برابر ما لقاش الراجل بتاع معسل ام قالت له انت ما لقيتش ام بابا يوم بروح ورا بعض كده قالت له انت ايه؟ قالت له انت ايه؟ قالت له انت ايه؟ عظيم عظيم خير يا دكتور طمن هنا خف شويه علي خف شويه يا معلم دي لسه مرحله تمهيديه وتحديد بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي ايه ده يا دكتور؟ بتبوسه بتبوسه وايه ده عن نفسك؟ دي بتحطها خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي يا معلم هو عايز تجاوزه وبعد ذاته السماك هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها
ألف مبروك يا معلم، ألف مبروك. الأستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة إن الجهاز أعصابه ما استحملتش. إيه وسيبة العراجل وسيبة العراجل وسيبة العراجل. أشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه ما تخافوش. حلوتك انت، قول قول زي ما عجبك قول. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيده عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث يا استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين، ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلان عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمر احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما اكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي، انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن بقولي لا انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. صبر يا زوبه صبر. هشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير. وبكيش بقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد راش، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا 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 بلاش كده زوبه بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحده استنى، خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك طارق. يا ده يا بحتين انت حضرتك. يا لهوي امك ماما ده يا شايفه بقى قلبت دماغي عاد كده هتسرق لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها، ده وعدك. خلاص والنبي لا كوني شاربه من دمك النهارده. اعمل فيك ايه؟ انا وقفت كمان مره؟
انزل. تعال تعال، هات الشنطه من قدام حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربيه ماشيه من غير سواق. في عربيه من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. سامحني يا حبيبي، والله لو ما كنتش شفتها بعينيا ما كنتش صدقتك. شفتها كانت ماشيه بالتاكسي ازاي؟ انت كنت عايزه تموتني. كان نفسي اموتك لكن نزلت معاك ما قدرتش. طبعا بس والنبي يا ماما عشان خاطرك. يا ناس كان نفسي اظهر لك لوحدك عشان اجننك، لكن من خوفي عليكي اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا مقطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض انتوا الاثنين. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كتي الخيبه بتحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا ولاد؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، ها واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوه كده ليه؟ انا حاسس بطراوه. ايه يا ولية انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ غسيل كويسي؟ لا كده اعطس بقى وتبقى حكايه. ايوه. باي باي. الهدوء الهدوء يا ابن المجنونه. اه خليك كده خليك يا ولية، هات الهدوم والا هطلق اقرب فيك لغايه ما بلغ. يا خفتك يا نور دوم يا نور دوم يا حبيبي. يا ولية يا ابني عادي بقولك عادي بقولك الهدوم احسن مع حمادك طيب هطلق اقرب فيك لغايه ما بلغ. ايه يا حبيبي؟ ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البوش انت الكرسي يروح. يا ولية بقى باي باي جود باي باي باي. والله العظيم يا سيد انا عندي موانع شرعيه ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعه، خلي الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعه. اوعى حد يقربني، اوعى حد. هتطلعوا الستات الاول، انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك كده، طلعوا الحريم طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه، طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعالى هنا عبد. ايه الحكايه؟ هو مذاكر معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع من الراجل ده. قال ايه بيه؟ ايه ده؟ سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم، ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان استك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل.
وارجو ان دي تكون اخر مرة اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي دي اللي ما تطلعش تاني. اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفنا قدامه وقعد يهزق فيا ده التلامذه؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايز تعمل ايه يا اسرع؟ يا بابا يكون في علمك لو تحسين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. ارد عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحسين. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعش لايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مال. ايه ده؟ اجيب لي ميه سخنه اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فاضله. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما تاخدي ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها سامعه؟ تحديد سامعه رقه ماما وظرفها وخفه دمها. بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره. بس مش من بتوع الجمعية، أنا عارفاهم. فرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. هتلاقي مكرونة سباكيتي وفرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. نعم. وهتلاقي بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. إحنا بقى جاب لنا اتنين شوربة فراخ من اللي أمك مش مربياهم. وبعدين بقى واتنين اسكالوب بانيه من اللي أبوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عنكوا غم هنا بقى. تحت أمرك. يلا. منورة يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي هحطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. دي اللي امك مربيها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين عيني يا فرخ؟ اكلك منين؟ ايه ده جعت وفضلت ولا ايه؟ اتفضل اتفضل شيف شغله يا اصحاب. اعوذ بالله من الشيطان. اجيب لك فحل بصل يا حماتي ولا بتحبي بابا غنوب؟ اما افترض بس استنى بس ترجع انت يا بنت.
القاعده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. اتفضل تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام. يا ضيعي يا ضيعي. مبسوطه يا ستي؟ معلش يا تحبيبي نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يخليلك بعقلك، أهو طول ما أنت على الرصيف كده وأنا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان أمك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. إحنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح، وساعتها حلال ألف حلال. استريحتي؟ أوي. ما دام هتستنوا في الشرق للصبح يبقى انا مطمنه قوي ان مفيش حاجه هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تانيه انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده هتلاقيني بقضوا مرقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا ايه ده انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت ما طردتك ولا الحكايه بقى جر شاكر وتلاقيه جيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما تسمع امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هطلع. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما. لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي؟ الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعة؟ معلش. تاكس اتفضلي يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل يا ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاها. يا ويلك يا سواد ليلك. عايز ايه من لوكاندا يا استاذ؟ بقول تحب تطلعي لادي لوكاندا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شباب. تاكسي 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 تاكسي. اسف يا اتفضلي اطلع. ده انا عملت حاجه يا اخوانا؟ ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ اتخلى عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ده اللي بيحصل لنا. انت كلمهم البواخه بتاعتك. ايه ده؟ هو مفيش كوس يعني؟ يلا خلاص يا دينا. يلا يلا بينا. يلا خلى على ورق زو بقى. يا شيخ بالهنا ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ حد تعذروا وقتك؟ اخرج. ايه فوضى؟ يا معلم شمعة
حبيبي افرحت جميل وتخلف مني بنات اولاد مبروك يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. دي حاجة جديدة عليا. حكاية بسيطة خالص. عارفة كل الحكاية ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم مخلفين شوية عيال. طب لخبطني بسرعة والنبي. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. تعمل ايه؟ متشايل على عينك. حاسس ده مش غريب عليا. مالك يا معلم؟ مش عارف. بقى بعد الهنا اللي هنتهولك راح تتجوز عليا ان ما فرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاشانا بس هي. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت ال 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 يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتاحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت قصدي بتاع ارواح ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا دي بسيطه. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشه وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلام. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعده. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مجبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. اكيد هتلاقوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا اخي تتكلم تودي نفسك في داهية. ده مالها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. عزوبة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخويا. الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من القنصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول. اما من ناحية الاجر انا هكتر وهناول. وانت كمان يا ابني. ليه بقى مسلين لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندك يا حفيظة؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمة يا ريت. اللي في الجنة شايفين اللعيم والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا.
واللي في النار يقولوا يا ريت لا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزيني في ايه؟ ظريفه يا امه، ظريفه بتاع عيالك عشتي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانا كلنا يا اسطى حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها من بره. عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعه الملائكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم راضي تقبلها. الأربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا امه مش عارف اعيش، دي جت وراها اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا. انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجله غيرك. والله يا عال بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ تجادي يا ظريفه من ورايك اسود اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حساب للاقدميه يا قبيحه يا قله الادب. يا ناس يا بورا ده دول ما هم مش عايزين نسيبكم، وبالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده سيبك انت تتسلم وتروحي لهم البيت. بنت بسعيدة سيبي يا بنت، بس في واحدة هربانة من عندكم مبهدلنا الدنيا هنا يا بنت. سيبي يا بنت، العنوان شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. طب يا بنت لا ما تخافوش عليا، انا ماسكاها من غمارة رقبتها. اهلا، تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. فضلوا فضلوا قدام. لا ليه دي اتفرق يعني؟ انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضل اوعي تجري. العربيه اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايان انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروحه دلوقتي ملوش لازمه يا خمر. وانا مال انا يا استاذ ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحدانيه، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. استتك اطبخ لك، احسن لك هدومك المقلية حبيبي. ها؟ ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك، ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، حطيتك، هخدف لك عفريت صغنونة، ادي كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي 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 ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. ايه؟ بص هي ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ اخسى عليك يا خميس، سيبني لوحدي انا خايفة. افتح يا خميس. النهارده الجمعة، انا بقى في يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا انا مروحة. مع السلامة. لو ربنا يخليك البني ادم يحفظك. كده تهرب مني يا روحي. ايه يا قمر؟ انت اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف وابوسي ايدك ابعدي عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادمية، اتجوز عفريتة. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. ليه؟ انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد معايا. تعالي وقعتيني. الله
وبدي بسبع ترواح، انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيبي الجدع في حاله. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيبي قدامي هتجوزه بس مره واحده قدامي. يا ستي سيبيه يخرب بيت سليمك. قدامي مدرجنا معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزين نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ننصر بيه كثيفه يا حبيبي. يا حبيبي زي الاسد عليه. مين الحسن جري التمام من الاتهام وبقيت عليه من طمنا. مين في الحبايب زينا؟